السلام عليكم. اليوم أتيت لأتكلم عن فقدان الوزن في شهر رمضان. كثير من النساء لا تستغل هذا الشهر المبارك لفقدان الدهون المتراكمة في الجسم. كثير من النساء لا تعلم بأن شهر رمضان هو من أفضل الشهور لفقدان أزيد من 12 كيلوغرام في الشهر فقط، لأن مستحيل على أي فتاة أو أي رجل في العالم أنه يفقد أزيد من 12 كيلوغرام في شهر سوى في شهر رمضان فقط، لأنه يعتبر من أفضل الشهور التي تحتاجها المرأة أو الرجل لفقدان أزيد من 12 كيلوغرام. اليوم سوف أعطيكم نظام لفقدان 12 كيلوغرام، ولكن قبل ذلك أتمنى أن تشتركوا في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد لدينا إن شاء الله. قبل ما أدخل في الموضوع أريد أن أطرح عليكم سؤال مع جواب. كثير من النساء تقول هل يمكنني أن أخس 10 كيلو جرام في أسبوع؟ هل هذا ممكن أم لا؟ لا يا أختي، ليس ممكن. حتى لو لم تتناولي لمدة أسبوع لا يمكن أن تخسي 10 كيلو غرام من سابع المستحيلات. علميا أتكلم معكم علميا، لأن المرأة التي تريد فقدان الدهون فهذا يعتمد على السعرات الحرارية التي تحرق في اليوم. كيف؟ يعني المرأة إذا أرادت أن تحرق 5 كيلوغرام في شهر، يعني عليها أن تحرق 500 سعر حراري في اليوم. إذا أرادت أن تحرق 5 كيلوغرام في الشهر، يعني إذا أردت على سبيل المثال أن تحرقي 12 كيلوغرام في الشهر، عليك أن تحرقي 1000 سعر حراري في اليوم لكي تحرقي 12 كيلوغرام في الشهر. سوف أعطيكم برنامج غذائي وسوف أعطيكم تمارين رياضية، ولكنها ليست مجهدة، لأن شهر رمضان لا يريد تمارين مجهدة، لأن الشخص يكون صائم لمدة تزيد عن 20 ساعة. لهذا سوف أعطيكم نظام لفقدان 12 كيلوغرام في الشهر، ولكن قبل ذلك أتمنى أن تطبقوا هذه الأشياء حرفيا وتطبيقيا لكي تحصلوا على نتيجة جيدة. في الفطور يجب أن تتناولي كأسين من الماء، تذكري هذا جيد، لتسريع عملية الأيض، لأن كثير من النساء لديهم عملية الأيض بطيئة مما يجدهم صعوبة في عملية الحرق. لهذا اشربي كأسين من الماء في الفطور في شهر رمضان مع 3 تمرات، تذكري هذا جيدا، مع 3 تمرات. وتذهبي لصلاة المغرب، تقومين بصلاة المغرب، وعند انتهاء من صلاة المغرب تأتين وتأكلين صحن من الخضر. سوف أضع لكم هذا النظام الغذائي، سوف أضعه لكم جانبا لكي يسهل عليكم في القراءة. صحن من الخضر مع صحن من مشروب السمك، أو في المغرب كما يقولون الحريرة، أو صحن من الشوفان مع الماء، هكذا من القبيل، وتتناولينه فقط. ويجب ألا تكثرين من الكربوهيدرات إذا أردت أن تستغلين هذا الشهر المبارك لفقدان 12 كيلوغرام في الشهر، لأن كثير من النساء لا تعلم بأن فقط البداية هي الصعبة. عند انتهاء رمضان سوف تجدين أنك فقدت 12 كيلوغرام، مما يجعلك ويحفزك أن تفقدين أزيد مما أردت. يعني إذا أردت أن تفقدين على سبيل المثال 30 كيلوغرام، هذه 12 كيلوغرام في رمضان سوف تحفزك في الأشهر القادمة من أجل الصيام المتقطع ومن أجل التخسيس ومن أجل الرياضة. لهذا تأكلين هذه الوجبات فقط وتقللين من النشويات. يعني النشويات يجب ألا تأكلين البطاطا، ولا تأكلين الأرز، ولا تأكلين الذرة، وعدم تكثير الخبز. يعني النساء التي تأكل الخبز بكثرة يجب عليها تقليله لنسبة كبيرة، ولا يجب أن تتجاوز الكربوهيدرات في اليوم عند المرأة أو الرجل 25 غرام كربوهيدرات. لا يجب أن تتجاوز 25 غرام كربوهيدرات، وهذه 25 غرام كربوهيدرات يجب أن تكون من الخضر والفواكه فقط. ويجب عليك تكثير البروتينات، عليك تكثير اللحوم وصدور الدجاج والمكسرات والدهون المشبعة، مثل زيت الزيتون، مثل الأفوكا، مثل الجوز، وكثير من الأطعمة التي تحتوي على الأوميغا 3 الدهون المشبعة. لهذا تكثير من البروتينات، ويجب أن تكون لديك 3 وجبات صغيرة. يعني في الفطور الوجبة التي ذكرت لكم، وفي وجبة العشاء يجب أن تكون بعد 4 ساعات. وجبة العشاء تناولي بعد الفطور على الأقل،
لكي لا تجدين صعوبة، بعد 3 ساعات تناول وجبة خفيفة ولكنها غنية بالبروتين وقليلة الكربوهيدرات والنشويات، ويجب أن تقلل من الحلويات. يعني إذا أردت أن تنجحي في هذه الحمية في رمضان، عليك تقليل الحلويات لأنها غنية بالسكريات والكربوهيدرات البسيطة، مما يجعل جسمك شبعان، مما يجعل الجسم ألا يحرق الدهون. لهذا احذري من هذه. وفي وجبة السحور يجب أن تكون غنية بالبروتينات والفواكه والمياه، ووجبات تجعلك في اليوم الموالي لا تشعرين بالجوع، وجبات تجعلك شبعان لمدة طويلة. وهذه الوجبات غالبا تكون من البروتينات والدهون الصحية. وقبل الفطور بساعة، تذكري هذا جيدا، في هذا البرنامج يعتمد على هذه الساعة. هذه هي المهمة، هذه الساعة مهمة جدا. ساعة قبل الفطور في رمضان يجب أن تقومين ب20 دقيقة كارديو، وهذا الكارديو يكون قليل الجهد. سوف أضع لكم هذا الكارديو، ويجب ألا يتجاوز 20 دقيقة، ولا تتعبي نفسك كثيرا، لأن حتى لو خرجتي وتمشيت في أحد الأماكن لمدة 20 دقيقة فهذا كافي أيضا. ولكن من الأفضل أن تقومين بالكارديو لمدة 20 دقيقة، لأنه يفيد جدا 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 في حرق الدهون، لأن الجسم يكون صائم لمدة أزيد من 20 كيلوغرام، من 20 ساعة، مما يجعل الجسم يحرق بسرعة كبيرة. We're gonna have some fun today. Hope you ready to learn. Ready? Let's go. Everybody on the knees, good. Squeeze that stomach. Get them knees up. Let's add that jab. Let's go. Come on. Good. Turn those wrists, keep them guards up. Still keep that stomach tight. Let's go.